أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا أصلي المغرب في المسجد المجاور لبيتنا، وبعد الصلاة آتي مباشرة إلى هنا لحضور الدرس، فعند وصولي لهذا المسجد أصلي ركعتين أنوي بها سنة المغرب وأدرج في هذه النية التحية لهذا المسجد. السؤال: هل فعلي هذا صحيح؟ إن شاء الله صحيح. إذا أخرت الراتبة صليتها هنا فإنها تكفي عن تحية المسجد، لأنه يصدق عليك أنك صليت ركعتين قبل الجلوس. نعم.